تمام يا شباب، انا بس عدلت شويه كده صغيرين في البروجكت ان انا عايز اجربه على الكت. فخليت اولا الفريكونسي بتاعتي 1 ميجا، 1 تمام بدل 16، وخليت ان الاوتبوت بتاعي يطلع لي عندي بي سي 0 تمام علشان اجرب لكم الليد تمام. وفي نفس الوقت خليت ان الانترو بتحصل لي نتيجه ان انا بيجيلي فولينج ايدج، لان انا الزراير الموجوده عندي جوه الكت شغاله بول اب تمام. بول اب، فعلى اساس كده هتشيك على ان انا بيجي لي فولينج ايدج تمام، بس مش اكتر. يعني انا ما عدلش اي حاجه تانية. نيجي نفتح بروتوس تمام، بص على الزرار لده بنور كده، بص على الزرار لده بنور كده. نفتح بقى ان احنا نشوف البروجكت على الكاميرا. بسم الله.